فيما يمكن وصفه بأول تعليق حكومي من الجزائر عن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل. حذر الوزير الأول عبد العزيز جراد من أن هناك عمليات وصفها بالخطيرة تحدث في الحدود تريد ضرب استقرار الجزائر. اليوم هناك إرادة حقيقية في حدودنا لوصول حتى الكيان الإسرائيلي والصهيونية في قرب حدودنا، ولذلك حذاري عندما نقول للمواطنين وللشعب الجزائري يجب أن نتكاتف، يجب أن نحل مشاكلنا الداخلية بيننا. قرار المغرب تطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل لم يفاجئ النخب والأحزاب في الجزائر التي توقعته بالنظر إلى ظروف ومعطيات سابقة كانت تشير بوضوح إلى ذلك، إلى أن ربطه بالإقرار الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية بات هو المعطى الجديد في هذه التطورات بالنسبة للمكونات السياسية في البلاد، ما دفع أحزابا سياسية وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير إلى استنكار إعلان التطبيع. فحزب جبهة التحرير الوطني يستنكر وبشدة التطبيع مع الكيان الصهيوني من طرف المملكة المغربية، والذي نحن نعلم جيدا ما هي الأهداف من وراء ذلك، وهو الاستيلاء بدون حق على أراضي الصحراء الغربية. وهناك إجماع في الجزائر من قبل المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحتى الشخصيات الوطنية على استنكار قرار التطبيع بين المغرب وإسرائيل على اعتبار مواقفها الداعمة للفلسطينيين. هذه المقايضات الغير مقبولة لا أخلاقيا ولا سياسيا ولا دبلوماسيا، فهذه مرفوضة تماما ونرفضها وسنواصل رفضها إن شاء الله إلى أن تتحرر الصحراء الغربية إذا أراد الشعب الصحراوي أن يحرر أرضه. المنتدى المدني للتغيير يندد بهذه الانتهاكات في حق القضية الفلسطينية والصحراوية لأنها انتهاك إنساني قبل كل شيء في حق القضية، انتهاك حقوقي لكل المواثيق والقرارات الأممية، وابتزاز سياسي في نفس الوقت. وقد سجلت الجزائر موقفها في العديد من المناسبات عبر مسؤوليها، الموقف الرافض للتطبيع والمساند للقضية الفلسطينية ضمن سياق دعم الشعوب في تقرير مصيرها. تتفق النخب السياسية في الجزائر مع الشارع على رفض التطبيع، حيث لا تزال الأصوات تتعالى منددة ومستنكرة لموجة التطبيع مع إسرائيل وضرورة تحقيق السلام في الشرق الأوسط وفق الإجماع العربي. نريم قداش، الحرة، الجزائر.